معلوماتي. يلا. الخبر التاني اللي معانا هيكون عن المزايدة الخاصة بملابس النادي الأهلي وكمان الأونلاين ستورز. المفروض إن الأهلي علشان في تكة كده صغيرة في القصة إن هو لازم ياخد موافقة وزارة الرياضة، لأن المدة بتاعة المزايدة والمدة بتاعة الأونلاين ستورز هتتعدى المدة الباقية لمجلس الإدارة الحالي، تمام؟ فلازم ياخدوا موافقة الوزارة بالظبط من الجهة الإدارية. الموافقة على المزايدة الخاصة بملابس النادي الأهلي وصلت بالفعل للنادي الأهلي خلاص، وهيبتدي مدير التسويق كابتن أمير توفيق إن هو يقعد بقى مع الشركات ويشوف الناس اللي هتقدم. طبعا لأن الموسم اللي جاي أو التيشيرتات الجديدة هي هتكون آخر حاجة الأهلي مع أمبرو، إلا لو أمبرو طبعا أوكي مع الشركة الموجودة، إلا لو بالظبط قدمت مرة تانية. بالنسبة للأونلاين ستورز اتوافق عليها، بس الموافقة لسه ما وصلتش الأهلي، يعني هم هيعرفوا مننا احنا دلوقتي يعني. اتوافق عليها ومتوقع ان الموافقه توصل الاهلي خلال الايام اللي جايه او الاسبوع اللي جاي على طول، ويبتدي بقى فيها نادي الاهلي ان شاء الله يعني. ده شيء عظيم.